السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لفلور دامال، ورود أمل. حنتعلم اليوم كيفية صنع حاجة بسيطة جدا، مع أننا يعني في مرحلة، بما أننا في مرحلة صنع يعني باش العروس كيفية يمكن لها أنها تزين أغراضها الشخصية، يعني بأشياء ممكن تكون موجودة بالبيت، وتتعلم زهور وورود. مشي شرط تكون صعيبة جدا، يمكن لها أنها تستعملها يعني تخدمها بنفسها باش تزين أغراض تاعها اللي تحتاجها في يوم عرسها إن شاء الله. فاليوم حنشوفوا كيفية صنع هذا السبت الصغير، يعني هذا السلة الصغيرة جميلة جدا بوردة بسيطة جدا. يعني حنحاولوا أننا نتعلموا في مرحلة نتعلموا ورود بسيطة جدا، يعني يمكن كل أخوات أنها تعملها باش تزين، قلت لكم، أغراض تاعها، يعني ربطة الحنة أو ربطة تاع الجهاز تاعها أو السلات كيما هادو اللي تقدم فيهم أو تحط فيهم المواد التجميل تاعها الكوزميتيك تاعها. راح تشاهدوا أنها يعني فكرة بسيطة جدا ولا يعني ليست مكلفة. نحتاج فقط غربال صغير كما راكم تشاهدوا هنايا، ماشي شرط انك تشري سله، ممكن سله تكون السعر تاعها على زيادك تكون شويه غاليه، فشري فقط هذا الغربال، او يكون عندك غربال في البيت ممكن قديم ولا، حاولي سيجو ريسيكلاج، يعني ما ترميهش، حاولي انك يعني تستخدميه في حاجه يعني تكون مفيده لك. ناخذ هذا الغربال هكذا، وناخذ شريط تاع 5 سنتيمتر كما راكي تشاهدي هنايا، ونحاولوا نغلفوا الغربال تاعنا هنايا في هذا الطرف باش نعملوه كقاعده ونحطوا الزهور تاعنا. بعد ما نغلفوا هذا الغربال بهذه الطريقه، انا هنايا اختصارا للفيديو غلفت هنايا الغربال تاعي هكذا، نحضر القاعده تاعي. بعدين واش نعملوا؟ راح نحاولوا اننا نعملوا هاد لالونس اليد هذه، قلت لكم باشياء بسيطه جدا وغير مكلفه، بما انه راح نحطوا في حاجه خفيفه، ما يعني تقدري تستغني على حاجه تكون يعني صلبه ولا تكون تكون خشينه ولا تكون يعني ان بو دور، يعني يمكن لك انك تستعملي كرتونه، قلت لك حاجه نحاول انه تكون اشياء غير مكلفه. فتاخذي كرتونه وتقصيها الطول تاعها، الغربال تاعي هنايا يعني لالونس تاعو لازم تكون فيها 55 سنتيمتر. خديت كرتونه كيما راكي تشاهدي هكذا. بعدين واش تعملي؟ تقطعيها 55 سنتيمات على العرض تاعو 5 سنتيمات. بعدين تحاولي انك تلفيه بهذه الطريقه باش تكسري لو كارطون هذاك تاعك، يعني باش من بعد يمكن لك انك تحكمي في لالونس في الايد تاعو بكل سهوله. تلفيها هكا عده مرات باش تكسري هذيك، يعني باش ما تقعدش دور، ما تقعدش يابسه، فتتحصلي على هذه، يعني راح تصبح مانيابل باش نحطها هنايا كوم اون لونس. قبل ما نثبتها كوم اون لونس، يعني قبل ما نديرها، نحاول اني نغلفها كذلك بالشريط تاع 5 سنتيمات هكذا، تلفيه عده مرات هكذا كما راكي تشاهدي، طريقه بسيطه جدا. تلفيه تلفيه الى ان يعني تحاولي انك تغلفيه باش الكرتون هذاك بيان سور ما يبانش. تحصلي على هاد لالونس هذه اللي راكي تشوفي فيها هنايا، اللي راح نكملوا نزينوها بالورود من بعد ان شاء الله. بعد ما نحضروا الغربال تاعنا هكذا ونديروا له لالونس تاعو، راح نمروا الى طريقه صنع الزهره. الزهره تاعنا هذه راح تحتوي على 5 بتيلات فقط، قلت لكم زهره بسيطه جدا ولكن يعني جميله جدا. تقطعي شريطه 5 سنتيمات، يعني تقطعيها هكذا 6 سنتيمات على 5 سنتيمات، يعني العرض تاعو يكون 5 والطول 6 سنتيمات، وتقطعي بنفس الطريقه اللي يعني انا كنت شرحتها في الفيديوهات السابقه. نقطعوا هذا الشريط على شكل بيتيلا باش نتحصلوا على هذا البيتيلا، هذه شكل بسيط جدا. طريقه الحرق هي الميزه اللي تميز هذه الورده، اننا نحرقوا للاسفل كما راكي تشاهدي هكذا. حاولي انك تحرقي للاسفل باش تحصلي على هذا، يعني الزهره تاعنا تكون يعني تكون البيتيلا تكون مقلوبه هكذا الى اسفل. بعد هنا في الاطراف راح تحاولي تحرقي فقط يعني الاطراف هكذا باش ما تفتحش معانا، نتحصلوا على هاد البيتيلا. قلت لكم بيتيلا تاعنا الورده تاعنا متكونه من 5 بيتيلات فقط، يعني احنا عملوها بخمس بيتيلات كما راكي تشاهدي هنايا. هنا اختصارا للفيديو، اني قمت بهنا فصلت كامل البيتيلات تاعي، يعني تحاولي انك تفصلي عده مربعات، يعني الغربال تاعك هذا تحبي
زيني فقط في الامام، او لا كانت عندك يعني كما حنا نقولوا عندك القانه، فما عليك الا انك تقصي عده بيتيلات حتى تكملي الشريط تاعك كامل، وباش تعملي عده زهور. كيفيه تجميع هذه الزهور ما راحش نخيطوا اليوم، فقط راح نجمعوا بالسيليكون لاننا راح نزينوا بها هذه الورده، فما راحش نخيطوها، يعني نلصقوهم بهذه الطريقه. ثلاثه بيتيلات الاولى كما راكي تشاهدي اون ايفونتاي على شكل المروحة هكذا، ونحط البتيلة الثالثة من فوق. لكم الوردة تاعنا نسحق فقط إلى، نحتاجوا إلى خمس بتيلات فقط هكذا. بعدين هنا وش نعملو؟ نعملو البتيلتين اللي تشكل لنا التجوف نتاع الزهرة تاعنا هكذا. نحطو البتيلة هذه هنا من الطرف المقابل هكذا، ونحطو الثانية كذلك هنا، نتحصلو على هاد الزهرة هادي. قلت لكم بسيطة جدا ولكن جميلة جدا باش تزيني الأغراض نتاعك. راح نتكلمو على الماكسيسوار، يعني حاجة تعاوننا في العمل كثيرا، على هو هاد لومبو دو بلاستيك هذا اللي راكو تشوفو فيه. كي نشرو هاد الأشرطة تاع 0.3 سنتيمتر غالبا ما نلقاو فيها هاد لوبو دو بلاستيك هذا من ترموش، وفيه هاد الثقب هذا. هاد الثقب هو اللي حيساعدنا في يعني الميزة، باش يعطينا الميزة تاع هاد الزهرة. ناخدو هنا، أنا خديت اللودي اللون الوردي، أنتي خدي على حسب الألوان يعني الذوق تاعك. فكيفاش نعملو؟ نحاولو أن نحطو الزهرة تاعنا هنا فوق هاد لو بيتي بلا لو بو دو بلاستيك باش نتحصلوا على التجوف نتاعها. كيفاش نعملوا؟ نحطوا ان بو دو شويه تاع سيليكون، ونحطوا اللودي تاعنا هذا هنايا في الوسط هكذا، ونضغطوا حتى تخرج معنا في هاد الحفره هذه، يعني هذاك الثقب تاع لو بو دو بلاستيك هذا هكذا هكذا، باش يعطينا التجوف هذا اللي راكم تشاهدوا فيه هنا. شوفوا راح يساعدنا باش نتحصلوا على تجوف الزهره، لان الميزه هذه تاع الزهره لازم تكون مجوفه. شاهدوا قلت لكم يعني زهره بسيطه جدا ولكن تساعدك في تزيين عده اشياء. قلت لكم ربطه تاع الحنه، فيكي تقدري تعمليها في ربطه الحنه، او اكسسوار للشعر تحطيها في مساك وتحطيها في شعرك مع كي تلبسي فستان الابيض ان شاء الله، او انك يعني تزيني بها هاد السله الصغيره اللي كنت عملتها هنايا. انا هنايا حضرت عده زهرات كما كتشوفوا بالطريقه هذه اللي شرحتها لكم الان هكذا، وحطيتهم كامل في لوتور، يعني في محيط الغربال نتاعي اللي قلت لكم عملنا هاد الغطاء هذا، عملناه كقاعده باش نحطوا عليه الزهيرات تاعنا. راح نتحصلوا على هذا الشكل هذا. انا هنا معكم سريعا راح نكمل، يعني نكمل تزيين لالونس تاع لالونس تاع الاخر يعني تاع السله تاعي هكذا. راح تشوفوا كيفاش نثبت الزهيرات نتاعي هكذا. نحط انا هنا زهرة تاعي هكذا كما راكي تشاهدي. بعدين ممكن تحطي يعني في تكملي كامل لالونس تاعي بالزهور، او تحطي ان بوتي بوكي هنايا فقط تاع خمسه او ست زهيرات، تحطيهم هنا كومين بوكي. انا هنا راح اكتفي بواحده فقط لاني راح نحط لها كما راكو تشاهدوا هكذا هذا ال يعني الحاشيه هذه رقيقه تاع 0.3 سنتيمتر، هي اللي راح نعملها كنكمل نزين السبت تاعي هذا. راح نعمل هكذا يعني دي نو كوم سا على شكل عقد هكذا، دي بابيون هكذا، ونحطهم هنايا تحت اسفل الزهره. فيك تحطي كامل الالوان اللي تحبيهم، لانه هذا الشريط راهو متوفر بعده الوان 0.3 سنتيمتر. هنا انا راح نحط لو مارون اوسي البني، كيما باسكو لو بني ما يخليكمش انه يكسر، يعني يكاس بيان يكسر اللون لو باج، يعني يخرج معاه كاين تناسق فيما بينهم. تحطي لو مارون افيك دو باج، تحطي ان بو دو فير يعني اخضر اللي حبيتي اللي يرمز للاوراق كيما راكي تشاهدي هكذا، يعني هذاك لو غو راجع ليك انتيا، الذوق هذا راهو ليك انتيا. انا يعني قلت لكم نشرح الطريقه كيف نزين الاشياء بالورود. قلت لكم حاولوا ان نعمل لكم فيديوهات لورود بسيطه جدا، كامل اخواتي قدروا يعملوها كما راكم تشاهدوا. نتحصلوا في الاخير على هذه السله الجميله والبسيطه، يعني قلت لكم كامل اخوات يقدروا يعملوها بغربال فقط. شوفي يعني قلت لكم حتى الغربال يكون قديم ما ترميش، حاولي انك تستفادي منه وتحوليه الى
سبت صغير كما كتشاهدي هكا، سله صغيره بهاد الزهره هذه، الزهيره هذه اللي متكلفكش، يعني شويه لولي وشويه حاشيه تاع 5 سنتيمتر. الالوان اللي حبيتي، كرتونه باش عملنا لا لونس، وغربال باش عملنا القاعده نتاع السبت تاعنا. اتمنى لكم التوفيق في صناعه هاد السبت الجميل، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر يعني تعليمي، راح نكملوا في سلسله تزيين اغراض العروس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.